عليكم. الخضر الحمداوي من وجدة، مخرج سينمائي، عندي حوالي 7 ديال الأفلام، حاصل على عدة جوائز داخل الوطن وخارج الوطن. من بين الأفلام اللي عندي وهو كنت ديت أول فيلم سميته ابن الشارع، الفيلم الثاني كان هما عبارة عن أفلام قصيرة، الفيلم الثاني كان حقيقة الأحلام، نهاية لعبة، لقاء، وكان العدد 13، كان فيلم صراع، وكان آخر فيلم اللي هو لوديستا القدر. شاركت في عدة مهرجانات، بديت الميدان بحال يعني كمتعلم كمتدرب، ولكن ما قريتش السينما، شاهدت الأفلام. باش الإنسان يتعلم خصو لابد من شاهد الأفلام، وهذه حضرت ندوات، دخلت الأندية السينمائية، دخلت الجمعيات، شاركت في بزاف ديال المهرجانات باش شوية نكتسبو مع الاحتكاك مع الأصدقاء، يعني اللي كسب تجارب، وهذاك الشيء اللي خلانا يعني شوية نطوروا النفس ديالنا. والمشاركة ديالي في جميع المهرجانات هي ماشي أنني باش نكسب ولا باش نحصل على الجوائز، ولكن باش الإنسان يتعرف على عقلية أخرين، يشوف أفلام أخرين، يستفد أكثر. هذا هي يعني الحاجة المهمة بالنسبة لي في الاستقبال. أنا الهدف ديالي هو أنني دائما كنهضر على الأفلام الاجتماعية، يعني وخصوصا الأفلام اللي محيطة بالمجتمع، يعني خصوصا اللي كتكون محيطة بي أنا أكثر. والهدف ديالي في الحياة هو أنني كندير فيلم أو ندير مثلا فيلم طويل، ولا إنسان واخا يتشهر واللي كبير كيبقى عنده واحد الهدف واحد واللي كنركز عليه بزاف، هو أنني ملي كندير فيلم خصني نعرضه أولا أمام العائلة ديالي، حيت العائلة ديالي هما الناس الوحيدين اللي كيشوفوه، هما الأولى اللي كيشوفوا الفيلم ديالي. كنبغي من نعرض الفيلم ديالي قدامهم حتى هما يجلسوا معايا ويشوفوه، كنبقى شايفه وراسي مرفوع، ماشي نعرض الفيلم وكان حشام ولا. يعني الهدف ديالي أن دائما الأفلام ديالي تكون تقريبا أفلام نظيفة ونقية. كاين واحد كور متراج دابا عاد كنكتب السيناريو ديالو إن شاء الله، كيحكي واحد القصة ديال واحد السيدة هي والزوج ديالها، وقع لهم واحد النقاش. كما قلت لك أنا الأفلام ديالي دائما كتكون اجتماعية، هذه قصة اجتماعية 100%. ان شاء الله حتى نشوفوا الفيلم، ما كنبغيش نحكي في الاول، ولكن السينوبسيس هو هذا. القصه كتدور بين واحد السيده والزوج ديالها.